بسم الله ولا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربع، يوم 13/4/2022، ومعاكم قناه المواش اليوم. وتعالوا نشوفوا العجول، العجم، البقر مع المعلم شريف بتاع كفر الشيخ، الراجل المحترم. السلام عليكم يا معلم شريف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه كده والسوق عامل ايه النهارده؟ والله الحمد لله رب العالمين. كل سنه حضرتك طيب. النهارده 12 رمضان طبعا، وفضل 18 كده. الله يبارك الله يبارك فيك. شوف انت عايز تقول ايه يا معلم. طبعا قبل ما هنبدا الفيديو ونبدا العرض اللي معانا، عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. البخيل من سمع اسم النبي ولن يصلى عليه. الله عليه الصلاه والسلام. ما من عبد يصلى على النبي الا واحيى الله النبي ليرد عليه السلام. عليه الصلاه. من صلى على النبي صلاه صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل عليه. فطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لتصلكم كل شعارات اليوم مع ابو ندى، قناه المواشي اليوم. الله يبارك لك يا معلم شريف. ومعانا العرض ده النهارده، بس اخر عرض معانا. الله يبارك لك، اخر حاجه في العرض. الله يبارك لك يا معلم شريف. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الملك. يا جماعه عمره قد ايه يا معلم شريف؟ والله شروته شروه حلوه. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ماشي. اللهم صل على النبي. الله يجعل السوق احسن منها، اللهم امين. اخر حاجه في العرض مع المعلم شريف يا جماعه، كان معاك كم حته النهارده يا معلم؟ كان معايا اربعه، بعنا ثلاثه، فاضل واحده بس. فاضل واحده ديت. بسم الله ما شاء الله. طبعا انت تجارتك على طول موجود عندك، العجم العشر، وطبعا اللي لسه على وشه عشر، وممكن يمشي لحم برضه. موجود كل حاجه موجود. من 14 لحد ما قلت 22. من 14,000 ل 22,000. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، المال الله اكبر. معلم شريف بتاع كفر الشيخ، اخر تفاعه العرض معاه، الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله هنقابلوه في سوق طور يوم الجمعه، نعيشنا بقالنا عمر ان شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على المال. عمر قد ايه يا معلم شريف؟ ديت عمر تقريبا سنه وثلاث شهور. سنه وثلاث شهور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يعني على وش عشر برضو؟ ايوه على وش عشر، وتخش للعلف، يعني تخش للعلف مع ايادي. احلى عجل، يعني تنفع تحيه عادي. وسعرها والله بسم الله ما شاء الله، لان كانت معاها زميله وانا مسماها على اصل الثانيه، وواقف عليها دلوقتي حاليا العجله دي 14,100. 14,100 بسم الله ما شاء الله. والله نظري فيها 15,000. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله، 14,100 يا جماعه، زي ما انتم شايفين اهيت. الله يبارك لك يا معلم شريف. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال يا جماعه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الحاجه ام شريف الله يبارك لها. صباح الخير يا حجي. صباح الخير. كل عام وانت طيبه. ازيك يا عم الحاج؟ انت طيب. كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه كده في رمضان؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا حجه، واجعل صباعك ابيض. الحجه اللي بتسعى لاكل عيش الله يقويها ويعينها ويبارك لها في صحتها اهم حاجه، وربنا يكفيك شر المرض يا ام شريف، ويقويك ويصلح حالك. اللهم امين. كل سنه وانتم طيبه. متشكرين يا حجه، واجعل صباحكم ابيض ان شاء الله. معلم شريف ادينا رقم التليفون يا معلمي. طيب ماشي. 012 012 83 67 67 61 61 27 27. اي حد يتواصل معاك تابع قناه المواشي اليوم، بالله عليك تعمل معاه واجب. تحت امرك. الله يبارك لك. وقبل انتهاء الفيديو ان شاء الله، ما تنسوش، بقول لكل المشاهدين ما ينسوش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. نارك ابد ان شاء الله معلمي. كل عام وانت بخير. اي تجار عندها عروض باسعار بما يرضي الله، تتواصل معنا على قناه المواشي اليوم. رقمنا قدام منكم على الشاشه. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، وكل عام وانتم بخير. سلام عليكم.